السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا إخوان في هذا الفيديو الجديد في قناة اليوتيوب. وحقيقة بتكلم عن استراتيجية جميلة جدا، وهي استراتيجية شبه خاطفة كذا، تعتمد على إعلان الأرباح واستهدف أسهم الشركات الصغيرة قبل إعلان أرباح. طبعا قبل ما الشركة تعلن أرباحها أنا أراقب السهم وأراقب سلوكين معين في السهم، يعني يعطيني مؤشر بأن السهم راح يرتفع بعد إعلان أرباح أو قبل أو من الفترة ما قبل إعلان أرباح إلى يوم إعلان أرباح، راح يعمل ربما جاب أب، يعني يعمل فجوة سعرية. عند المثال هذا جميل XPR، حقيقة هذا السهم ما أدرك ما لحقته، سهم يعني تنطبق عليه المواصفات اللي أنا راح أذكرها لكم، لكني جميل جدا. شوف كيف عمل هنا، عمل فجأة سعرية علوية في يوم إعلان أرباح، لأن اليوم هو 5 ديسمبر before market opening، قبل إعلان قبل افتتاح السوق كان إعلان ربحه، واليوم 5 ديسمبر. طبعا شوفوا كيف عم بعد إعلان الربح كيف ارتفع. طبعا أنا عندي مؤشرين مهمة جدا تبين إن السهم إيجابي راح يكون، وراح يكون تكون في الغالب أرباحه إيجابية. طبعا صار هبوط هنا، لاحظوا، فأنا أحتاج سهم بعد ما يكون هبط يبدأ يتعافى ويبدأ يرتفع، يبدأ يعطي نيو هاي. لاحظوا هنا السهم إذا أعطى نيو هاي، إذن أنا قبل إعلان أرباح هذا مؤشر إيجابي بأنه في شيء إيجابي قادم. تمام، هنا السهم بدأ يرتفع، وفي المؤشر الإيجابي الثاني اللي هو الفوليوم أو السيولة. لاحظوا كيف هنا السيولة دخلت، السيولة اللي هو هذا بالأخضر، هذه سيولة إيجابية. لاحظوا السيولة قاعد تدخل على السهم والسهم قاعد يرتفع، إذا هذا المؤشرين يكفيني لأن السهم راح يكون في الغالب إيجابي. طبعا بعد كذا راح أشتري وفقا لمثلا ترند لاين، يعني موقع فينفز موفر هذا الشيء الجميل، مبرمجين بهالطريقة إنه يظهر لك ترند لاين. لاحظوا صار يتداول في قناة سعرية مرتفعة، فأنا راح أشتري مجرد إنه يلامس الترند لاين. مثلا هنا في ترند لاين، أقدر أسوي ترند لاين هنا، يلامس ترند لاين أشتري من هنا، أو أشتري من هنا من هذه المنطقة قبل إعلان الربح. هذا قبل إعلان الربح، تمام. في يوم إعلان، من يوم شرائي إلى إعلان الربح راح أكون ربحت مبلغ طيب ومحترم في هذه الفترة. راح أوضح لكم كيف إني أقدر يعني أحصر الأسهم اللي مقبلة على أرباح في الشهر القادم. أنا الفترة اللي أختارها هي شهر تقريبا. طبعا راح نستخدم نفس الموقع فينفز، راح نختار سكرينر، تمام. نختار هنا الأوردر الإيرنينجز ديت، تاريخ إعلان الربح. راح نختار الخيار الثاني هنا، راح نختار all، تمام. طيب في أشياء مهمة، أول شيء البرايس اللي هو السعر، أنا أفضل يكون أقل من $15، زي ما ذكرت سابقا بأنه أختار الأسهم لأقل من $10 أو $15، لأنه أي ارتفاع له معنى، يعني أي ارتفاع دولار دولارين له يعني نسبة عالية مؤثرة جدا. لو اشتريت سهم $5 وارتفع دولار، انت ربحت تقريبا 20% على السهم. فالدولار يفرق، اي دولار او حتى السنت احيانا يفرق. طيب في خيار ثاني نختاره اللي هو الفوليوم اللي هو السيولة، افضل تكون over 1، والشيء افضل يكون مرتفع نفس اليوم اللي قاعد، افضل يكون مرتفع السهم في نفس اليوم اللي قاعد ابحث فيه. الايرنينجز ديت افضل يكون شهر، في خلال شهر، تمام. اظهر لي قائمة، انا اختار تشارتس عشان تظهر لي الشارتات بشكل واضح، بحيث انه من نظرة اقيم السهم. طبعا انا ابدا ابحث بين هذه الاسهم،
وأشوف السهم اللي كان هابط أو يعني بدأ يتعافى ويرتفع قبل إعلان أرباح. يعني مثل هذا السهم ميسا، لاحظوا هبط هبوط قوي ثم بعد ذلك بدأ يحترم ترند لاين معين ويعطي قاع أعلى من القاع اللي قبله. يعني شوف هذا قاع، شوف هذا قاع أعلى، هذا قاع أعلى. نشوف، ندخل على السهم، إعلان أرباحه في 11 ديسمبر، يعني لسه ما وصلنا، يعني لسه مقبل. طبعا ما أفضل الشراء فيه الآن لأنه السهم خلاص روح ارتفع ما راح ألحقه، لكن وجهة نظري كان أفضل نقطة شراء كانت هنا. كانت هنا يوم احترم الترند لاين، فأنت اشتريته هنا وحافظت عليه هذه الأيام كلها، يعني انتظار للأرباح ليوم إعلان الربح. السهم يظل يعطيك أرباح الفترة ذي إلى إعلان الربح، إلى يوم إعلان الربح يظل يعطيك أرباح. طبعا أنا بفضل عز وجل ربحت في عدة أسهم في بهذه الطريقة حقيقة. طريقة جميلة جدا وأخذ منها أرباح خاطفة نوعا ما مقارنة بطريقتي. أنا أضارب على المدى المتوسط والبعيد، لكن هي طبعا لا تقارن بالمدى المتوسط والبعيد من ناحية الربح. يعني في طريقة اللي وضحتها في الدورة التدريبية اللي تلقون رابطها أسفل الفيديو، طريقتي في الدورة التدريبية هي أقوى بلا شك، وهي أعمل على المدى المتوسط والبعيد، وخرجت بأسهم 800%، 500%، 400 و300، يعني وصلت مضاعفات في الأسهم بفضل الله عز وجل. ولكن هذه طريقة سريعة للي يضارب سريع ويخرج بربح سريع في فترة في أسبوع أسبوعين أو حتى شهر. يعني طبعا من الأسهم اللي ربحت عندي بفضل الله عز وجل هذا السهم ELMD. شوفوا كيف اشتريته بعدين كسر هذا القناة الهابطة، بعدين كسر. طبعا هو السهم مثل ما قلت لكم قاعد يعطي نيو هاي نيو ولو أو قاع أعلى، ويعطي قمة جديدة أو قاع أعلى، فإذا السهم قاعد يرتفع. تمام، أنا انتظرت يعطيني إشارة اشتريت من هنا، وفي فوليوم قاعد يدخل، في سيولة قاعد تدخل قبل إعلان الأرباح. شوف كيف سوى بعد إعلان الأرباح، طار السهم طيران جميل جدا، تجاوز 40% تقريبا من نقطة شرائي. وسهم آخر MLSS نفس الشيء، نفس الشيء، هذا ارتفع أيضا، ارتفع اليوم. شوف كيف اليوم ارتفع 15% تقريبا، بس يعني أنا ربحت منه فعليا اليوم. سهم آخر سهم CBST، لاحظوا السهم كان هابط وبدأ يتوازن، بدأ يرتفع، يعطي أهم مؤشر عندي إنه يعطي لو أو قاع أعلى من القاع اللي قبل كذا، وفي فوليوم سيولة قاعد تدخل على السهم، هذا قبل إعلان أرباح. إذن السهم إيجابي. تمام، أنا اشتريت من هذه المنطقة تقريبا وارتفع إلى يوم الأرباح. طبعا طريقة جميلة جدا، وجربوها، ولكن أهم شيء حساب المخاطرة، أحسب المخاطرة جيدا، استخدم السكرينر اللي وضحته هنا. طبعا اليوم ما لقيت سهم حقيقة، سهم ملفت، ما لقيت سهم ملفت، تقريبا كل أسهم هابطة وأسهم ما تلحق، زي هذا خلاص طار، هذا ما تلحقه. أعمل هنا bottom multiple bottoms، يعني قيعان كثيرة، يعني بدأ يتوازن السهم على شكل ارتفع، لكن ما أعطى يعني قمة جديدة وقاع جديد أعلى وزي كذا، بحيث إني أقدر أدخل على السهم. ارتفع مباشرة أيام ورا بعض متتابعة، فما في سهم حقيقة أوضح عليها اليوم، لكن استراتيجية جميلة جدا، نسبة نجاحها أعلى من 50%. إذا حسبت مخاطرتك جيدا راح تخرج بأرباح طيبة جدا. وهذا هو الفيديو، وأتمنى أنه يكون عجبكم، وأتمنى دعمكم حقيقة. إن شاء الله أفيدكم باستراتيجيات أكثر، وراح أتكلم إن شاء الله في فيديوهات قادمة عن المخاطرة، حساب المخاطرة، وعن مواضيع أخرى في التداول. ادعمونا باللايك، ادعمونا بالشير، ادعمونا بالاشتراك، وحياكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.